السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكوش بيرا الوحدة الوحدة الثالثة الأسبوع الثالث. الفاعل الظاهر وضمير. ظاهر وضمير. ظاهر شنو ظاهر؟ كنشوفو كاينه مكتوب راه باين راه هو وإما ضمير ما باينش ولا باين على شي حاجة منه نصو أو لا ما باينش مرة، هذه هي المعنى ديالها. وظاهر هي كيبان بحال الشمس باين قدو قديش، وضمير هو بحال الهلال، اما بحال الهلال اما ما كيكونش النهار بقاش يبان الهلال مابقاش يبان مره لا، ولكن الظاهر ديما بحال الشمس كيبان ديما، والضمير هو بحال القمر القمر يعني اما القمر اما كيكون غير باقي غير هذاك الهلال اولا ما كيبقاش يبان مره، فهمتي؟ هذا زعما هو الضمير صافي بالمعنى هذا كمعنى باش تستوعبوا داك الشيء. مجال الهوايات التراكيب، هنا في التراكيب لاحظوا واكتشفوا. اقرا النصائح، اختار المنشط مجموعة من الموهوبين والموهوبات يثق بمواهبهم وقدراتهم فتتابع على المنصة يؤدي كل دوره ويظفر بتصفيق الإعجابات الإعجاب والاحتساني. أقرأ الجملة، مبغاش تقرا. أقرأ الجملة وأملأ الجدول. الجمل الفعلية، ركز معايا مزيان باش تفهم، ساهلة مهلة. اختار المنشط مجموعة، ما هو الفعل؟ اختار فعل يدل على حركة، دير شي حاجة، درنا شي حاجة، فعل كتكتب مثلا اختار فعل ما هو الفعل؟ اختار المنشط مجموعة، ما هو الفاعل؟ مجموعة اختار، شكون اللي اختار؟ شكون اللي اختار؟ شكون اللي دار هذا الشيء؟ اختار المنشط مجموعة، شكون اللي قام بالفعل؟ شكون اللي قام بالفعل؟ هو الفاعل كتسمى، شكون اللي قام بالفعل؟ ها؟ المنشط اش قولي لي؟ انا ما شفتهاش مزيان. المنشط هو الفاعل، اختار المنشط، الفعل هو اختار والفاعل شكون اللي قام بالفعل؟ هو المنشط مجموعة. حركة إعراب الفاعل، الفاعل هو حركة إعراب ايش هي؟ أو ضمة أو إيش؟ مرفوع بالضمة، مرفوع هكا مفتوح هكا مرفوع هكا مجرور بالكسرة، منصوب بالفتحة، منصوب بالفتحة، مرفوع بالضمة، مجرور بالكسرة. تعرف شنو بلادي؟ قوليها. مفتوح بالضمة، منصوب بالفتحة، منصوب بالفتحة، مرفوع بالضمة، مكسور، مجرور بالكسرة. ما يدل على الفاعل؟ اسم ظاهر، ضمير متصل، ضمير مستتر. فهو هو ظاهر. اسم ظاهر بحال الشمس باين لينا، ها هو باين، ها هو باين قدو قديش، إذا فهو ظاهر. خلوها الطريقة سهلة وكاع تعرفوا هذا الشيء. يثق بمواهبهم وقدراتهم. يثق، شكون اللي كيثق بمواهبهم وقدراتهم؟ شكون هو اللي كيثق؟ هو شكون هو؟ هو شكون هو؟ هو المنشط. مكتوبة المنشط هنايا؟ ايه. لا واش مكتوبة؟ لا. ها إذا نقولوا شنو الفعل بعدا؟ هو يثق، هو الفعل، يثق فعل، الفاعل ما كايناش، يثق المنشط ولكن مكتوبش المنشط، فهمتينا؟ فهو ضمير غير موجود، الفاعل فهو ضمير، ضمير ما كايناش، ما باينش، ضمير كتسمى مستتر، ضمير مستتر. حركة إعراب الفاعل، عندها شي حركة ديالو، عندها شي حركة ديالو، ما كايناش، كدير لها غير شرطة بحال هكا. ما يدل على الفاعل؟ اسم ظاهر ولا ضمير متصل ولا ضمير مستتر؟ مستتر، ضمير مستتر. تتابعوا على المنصة، شكون اللي تتابعوا؟ أو الموهوبين أو التلاميذ، التلاميذ مثلا. تتابعوا أو تتابع التلاميذ، نقولوا
بغينا نديروها في الاصل ديالها نقولوا تتابع التلاميذ على المنصه. هنا داير لك تتابعوا، الفعل ما هو؟ تتابعوا. اذا انت تتابع الفاعل شنو يبقى فيه اللي كيدير هنا؟ هو الواو، هما زعما حركه اعرابيه الفاعل هو الواو اللي كيدل على الجمع، هما هم يعني الواو هذوك التلاميذ. تتابع شكون هما؟ هما التلاميذ. تتابعوا ما يدل على الفاعل هو اسم ظاهر، لا ضمير متصل او ضمير مستتر، فهو عنده واحد النصيص ديالو، هو هذا النصيص ديالو هو اللي بحال اللي قلنا في الهلال، اما يكون متصل. غير هلال صغير باين غير شويه، اولا يكون ما كاينش كاع مره، ضمير مستتر ما كاينش مره، ضمير متصل هو كاين شي حاجه ديالو. ها هي هو الواو. في الجمله الاولى جاء الفاعل اسما ظاهرا مرفوعا، او مرفوع قلنا مرفوع، فاعل شنو نقولوا؟ اذا الفاعل شنو هو؟ اسم ظاهر ظاهر. في الجملة الثانية جاء الفاعل، الفاعل كي جا يثق بمواهبهم، جاء الفاعل مستتر ضمير، قول ليها ضمير مستتر، نقولوا ضمير ماشي نقولوا مستتر، ضمير مستتر مستتر. في الجملة الثالثة الفاعل لم يأتي اسما ظاهرا ولا ضميرا مستترا، ما جاء لا اسم ظاهر باين ما ضمير مستتر، يعني بل جاء ضمير متصل، بل ضمير متصل، جاء ضمير متصل. إذن فالفعل إما يأتي ثلاثة حالات، اسم ظاهر، أكل الولد الخبز، أكل الولد شكون اللي كلا الخبز؟ الولد هو اللي كلا الخبز، فهو كاين أكل الخبز، فينا هو الولد كاين، فهو ضمير مستتر. إيوا كنا ثلاثة، أكلوا الخبز، أكل الأولاد الخبز، أكلوا الخبز، أكلوا الخبز، فينا هو؟ هما الأولاد. إذن وفين هو الضمير؟ فين هو الفاعل؟ هو ضمير متصل، متصل تقديرو شنو هو؟ هو هم يعني الواو، جاء الحركة ديالو حركة الإعراب الفاعل هو الواو، أكلوا بحال هادي تتابعوا، يعني هما ثلاثة ظاهر اسم ظاهر اسم خصو يكون اسم زعما اسم راه اسم راه اسم كاين اسم 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 ظاهر ضمير متصل ضمير مستتر. استنتجوا في الجملة الفعلية يحتاج الفعل دائما إلى فاعل، في الفعل اسم الجملة الفعلية الفعل ديما كيحتاج إلى الفاعل، عمرو ما خص الفعل ما يكونش الفاعل ما كيناش، لا خصو يكون الفاعل، ولكن غيكون يقع بعده، فيأتي الفاعل إما اسما ظاهرا كما قلنا، كما يأتي ضميرا متصلا أو ضميرا مستترا. أطبق أقرأ الجملة وأضع العلامة في المكان المناسب. الجملة الفعلية الفاعل اسم ظاهر، الفاعل ضمير متصل، الفاعل ضمير مستتر. دا ما نقولك والو، قراي ليا وخرجي ليا هاك ستيلو، يلا قراي. ارتدت مريم حلة وردية، واش الفاعل اسم ظاهر ولا الفاعل ضمير متصل؟ الفاعل ضمير مستتر ظاهر. علاش فين هو؟ وري ليا، قولي لي وضحي لي علاش. ارتدت مريم، اذا مريم هي الفاعل وبالتالي فهي اسم ظاهر. يلا دور عليها، بدا هي الاولى باش تفهموها، هي ديري كرواتن. زيد الثانيه، جلست على كرسي المعزف. جلست شكون هي؟ شكون اللي جلست؟ الفاعل. شكون اللي جلست؟ البنت. شكون هي؟ شكون اللي جلست ملي قرينا النص؟ جلست مريم. إذا جلست كتبي هنايا مريم، هاكتوما بلا ما تكتبيها، مثلا قالوا لا خصك تكتب هي جلست مريم على كرسي معزفي، مثلا إذا كانت
جلست مريم، غتكون ضمير اسم ظاهر ولكن ما كايناش هي، جلست. يعني الفاعل ضمير متصل. متصل؟ متصل ولا ما كايناش كاع مرة، ما كاينش شي علامة ديالو. ضمير؟ ضمير مستتر. مستتر ما كايناش، هي ما كاينش مريم هنا، بانت لك مريم؟ لا. ما كايناش، إذا فهي ضمير مستتر. ما كايناش هنا مرة كاع. تقديره مريم. تقديره مريم. صح؟ صفقوا تشجيعا لها. صفقوا، من هم اللي شكون صفقوا؟ الجماهير. الجمهور، صفق الجمهور. ها صفق الجمهور تشجيع لها، اذا صفق الجمهور وحيدوا الجمهور قالوا صفقوا باش يرجعوا لها، زعما لما شكون صفق لها الجمهور ولا صفق؟ صفقوا تشجيعا لها، اسم ظاهر، الفعل، الفاعل ما هو؟ لا. الفاعل؟ الفاعل اسم ظاهر ولا الفاعل ضمير متصل ولا ضمير مستتر؟ الفاعل فهو ضمير مستتر. اش مستتر؟ صفقوا واش بقات شي حاجه ديالهم هما ولا ما كايناش؟ ولا عا صفقه؟ صفقوا الواو ضمير متصل، علاش هاي الواو ديالو ديالهم ها اللي قلنا هنايا، تتابعوا تتابعوا الواو حركة إعراب الفاعل هو يا الواو، فهو ضمير متصل. متصل كاينة ماشي ما كايناش مرة كاع، كاينة. إلى هنا ينتهي الفيديو، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.